نروح نستقبل من خلال زوم الدكتور حسام صالح. لازم في بداية الحلقة يكون معانا الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، نفهم منه أكتر إن الست تتفهم إزاي. أهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي، واهلا وسهلا بيكم جميعا وبكل دكتور الستات. وكل الستات اللي معانا، مبدئيا النهاردة الحلقة دي مطلب جماهيري من الرجالة، عايزين يعرفوا مننا ازاي الراجل يفهم دماغ الست. يعني الرجاله ما بقتش فاهمه، يعني افهمها ازاي؟ ايه مفاتيح الستات؟ خلينا الاول، يعني حضرتك شايف كراجل، بما انك عملت مسلسلات كتيره بتتكلم على الستات ومشاكل الستات، نفهم الست ازاي؟ انا عملت استشارات كتير للستات مش مسلسلات. ايوه معلش، دخل معايا المسلسلات مع الاستشارات. تمام. المشاكل الحقيقيه بتاعت الستات ان لازم احنا واحنا بنتعامل معاهم كرجاله نفهم ان هم طبيعتهم مختلفه عننا، نفهم ان هم بيحتاجوا المشاعر والاحاسيس والعاطفه بتاثر فيهم قبل اي حاجه تانية. الراجل بيتعامل مع الست كان هي حد زيه، كانها واحد صاحبه، ومستني ان هو ده حل منطقي للمشكله دي، وما تعاملش مع مشاعرها فابتدت تتعصب، استجاب لطلبها من غير ما يفهم المشاعر اللي وراه، فابتدت تدي رد فعل معاكس عشان هو ما اداش نفسه وقت يفكر هي بتفكر ازاي. تمام. الحقيقه انها بتفكر بشكل مختلف عن الراجل، بيهمها اكتر الاحساس بالامان، الاحساس بالاهتمام، الاحساس بالحب، الاحساس انك انت متعاطف معاها وفاهمها وسايبها تعبر عن مشاعرها. ان انت لازم تدرك كمان ان مشاعر الست بتتغير من وقت للتاني، من فترة للتانية، خلال الشهر نفسه أو خلال الأيام، خلال اليوم نفسه ممكن تتغير من وقت للتاني. ومش عشان اتعاملت مع ست معينة يبقى كل الستات كده، لا، انت لازم تتعامل مع كل ست حسب طبيعتها هي، حسب شخصيتها هي، لأن شخصيتها اتأسست في الطفولة بشكل معين وطبيعتها اتكونت بشكل معين. في حاجات مشتركة بين الستات، إن هي العاطفة بتغلب عليهم، إن هم بيركزوا في التفاصيل أكتر من الراجل، إن الراجل بيكون محدد بيتعامل في شيء واحد في الوقت الواحد. الست بتقدر فعلا تتعامل مع أكتر من حاجة في الوقت الواحد، مع أكتر كتير من الراجل. الست بتقدر تشوف التفاصيل أكتر كتير من الراجل، بتقدر تحدد الألوان أكتر كتير من الراجل. تقدر كمان تحلل حتى العاطفة ملامح وشه، يعني هو داخل عليها حتى كده ملامح تقول له انت وشه. عامل وهنا ايه بقى غلط هنقول النهارده. للرجالة سر، هنا هنقول للرجالة سر مهم جدا. حاول ما تكذبش على المرأة، لأن الست عندها قدرة لكشف الكذب من خلال ملامح الوجه والتعبيرات أكتر بكتير من الرجل. بالظبط. فخليك صريح، خليك واضح لتحافظ، عشان تقدر تحافظ على استقرار حياتك وسعادتك. كل ما تكون واضح أكتر، كل ما تكون صريح أكتر، كل ما تكون متفهم لمشاعرها، كل ما تكون متفهم لخصوصيتها هي دونا عن أي ست أخرى. ما تروحش تعاملها زي مثلا مامتك، زي أختك، زي النموذج التاني أنت شفته، لا، اتعامل مع النموذج ده ان هو حاله فريده مختلفه، حساس جدا، مشتركين ان هم حساسين جدا، عاطفتهم قويه جدا، بيتاثروا بالمشاعر. لو المشاعر مشتعله مش هتعرف تحل لا بالعقل ولا بالتحليل ولا بالحلول، كل ده مش هيفيدك. هيفيدك ان انت تحتوي المشاعر دي، تتفهم المشاعر دي، تفهم المشكله اللي وراها، وتبتدي تحل هذه المشكله او تلبيها الرغبه دي. يعني انا دكتور جات لي مسج على الفان بيج، فراجل بيشتكي بيقول لك احنا كنا ايام الخطوبه عسل، وكانت لذيذه وجميله وبتهتم بيا وبتشوف كل التفاصيل الصغيره، ويمكن اكتر حاجه عجبتني فيها ان هي كانت بتشوف تفصيله التفصيله. يعني هو بص كان معجب ان هي مهتمه بالتفاصيل، يعني تعرف امتى انا جعان، تعرف امتى انا مبسوط، تعرف امتى من اول ما ارد عليها ولا الو تعرف ان انا زعلان. لكن دلوقتي انا اتغيرت خالص وحاسس بالبرود العاطفي، وحاسس ان مش دي اللي انا كنت بحبها ايام الخطوبه. سالته سؤال، قلت له دلوقتي انتوا اتجوزتوا؟ قال لي اه. قلت له طب ربنا انعمكم بالخلفه؟ قال لي اه، عندنا اتنين. قلت له طيب هل انت فاهم ان مراتك دي ساعه الخطوبه كانت لسه بنوته، بقى مفيش اي حاجه، بعد الجواز حملت، ففي هرمونات الحمل وفي اكتئاب ما بعد الحمل، وفي الست دايما وهي حامل بتحس ان هي تخنت وملامحها اتغيرت، فبقت وحشه، فبتبقى قلقانه وحزينه كده مكتئبه، هل انت يعني مشيت معاها كل المراحل دي؟ قال لي اه عادي، ما هو كل الستات بتحمل وكل الستات بتخلف، ايه يعني يا حاله فريده؟ بص الراجل هنا قفل عينيه ان هي ممكن تكون فعلا مكتئبه، ممكن تكون زادت في الوزن، ممكن تكون قعدت من شغلها، كل الحاجات دي بتاثر على الستات. فقلت له طب انت حاولت تفهم منها ايه اللي مضايقها؟ ممكن تكون حاسه بعدم ثقه بنفسها اليومين دول، مسؤوليه كتير، عيال وزن ورضاعه وتربيه.
قال لي طب وانا مالي، انا عايزه تدلعني زي زمان. كلمه انا مالي دي انا قلت له بس انا وقفت على المشكله، وفي الحلقه الجايه هتلاقي الرد. فحضرتك ترد على الراجل ده تقول له ايه؟ أولًا هو استخدم التعميم إن كل الناس بتعمل كده، هو بالظبط ما يعرفش التفاصيل اللي مروا بيها والمشاعر اللي مروا بيها، فده اللي كنا بنقول عليه من شوية، إن هو لازم يراعي طبيعة الست اللي معاه في الوقت المحدد. كل مرحلة من دول لازم يتفهم مشاعرها، لازم يشاركها، لازم، والأهم عندها من المشاركة إنه يتعاطف معاها ويتفهم دورها ويحسسها بدورها ويحسسها بالاحتواء والتفاهم والحب والاهتمام ومحاولة المشاركة بقدر الإمكان، مش التجاهل لكل اللي مرت بيه ده. بالظبط ومنتهى البساطة هو عايزها تعامله زي ما كانت بتعامله في الخطوبة. هل بالظبط حضرتك بتعاملها بنفس الاهتمام والحب والتعبير عن الحب والاهتمام نفس فترة الخطوبة؟ ادي لها نفس الاهتمام ده، ادي لها الاحتواء دوت، ادي لها تفهم، ادي لها وقت تعبر عن مشاعرها وتفهم ده وقدر ده وشاركها في الاهتمامات بتاعتها وفي المسؤوليات دي، وحاول تخففها عنها عشان تقدر كمان هي تركز معاك وتدي لك نفس الاهتمام. احيانا بيكون اكتئابها او حزنها او تغيرها من ناحيتك هو نوع من التعبير عن الحزن والضيق والزعل، ان انت ما بقتش مهتم بيها بنفس الشكل، ما بقتش بتعبر عن حبك ليها بنفس الشكل، ما بقتش فاهمها، يأست ان تحس ان انت فاهمها او بالظبط بتحتويها. بالظبط فهنا بيبتدي دوت يظهر في عده تعبيرات، انها تتجنبك او انها تسكت او انها تبعد او انها تنشغل في حاجه تانية عنك، لان هي مش لاقيه الاهتمام والحب الكافي. الست لو ما حسيتش بالحب والاهتمام والاحتواء خلاص كل الحاجات التانية بيحصل لها بلوك كده، بتقفل الحاجات التانية، هي مش سامعاك، مش متجاوبه معاك، هي زعلانه منك، انت ممكن بتتكلم في وادي، بتقدم حاجات، بتجيب هدايا، بتعمل كذا، هي مش حاسه بده كله، هي عايزه ترجع تحس بحبك وباهتمامك وتفاهمك وانك انت حاسس بيها ومتفهم مشاعرها ومقدرها.